بس بعثيين هودي اللي كانوا. حتى البعثي، البعثي عراقي غصبا على الكل، غصبا على اكبر شارب يقول البعثي مو عراقي، لا عراقي ابن عراقي ابن عراقي. بس بعثيين هودي اللي كانوا. حتى البعثي، البعثي عراقي غصبا على الكل، غصبا على اكبر شارب يقول البعثي مو عراقي، لا عراقي ابن عراقي ابن عراقي. قولهم لامريكا وصلوا لهم هذا الحكي على لسانه وعلى لسان كل الشعب العراقي. احنا ناس صح مسالمين، لكن اذا طفرت عندنا ترى يشوفون الويل، نخلي النار قدام كل جندي امريكي. والله العظيم هذا كلامي ترى مو بس إليه، ترى عن كل الشعب العراقي. واذا تريد تأيدون هسه كلهم يرفعون ايديهم، تأيدون هذا الحكي لو لا؟ قائد مساري وما يجي بعده بالعراق رئيس مثله، ولا حيسيطرون على العراق كل الرؤساء اللي حاطينهم هسه واللي حيجون بعدهم مثل صدام. بتحبه انت؟ طبعا احبه، ما نعطيني شيء، لكن احبه عشان موفر لنا الامان وموفر لنا كل شيء. شو حسيت لما شالوا التماثيل والصور؟ ضجت، كل ضجت، وهذول اللي شالوها حاقدين عليه ومو عراقيين، هذول كلهم خونه وجواسيس، وهذه حرب صليبيه يهوديه ضد الاسلام مثل افغانستان والشيشان والعراق والبوسنه، فهذا يعني شيء ضد الاسلام وضد الامه العربيه كلها، وان شاء الله النصر بالاخير للاسلام، ويعيش رئيس العراق صدام حسين، ويعيش القائد المسلم اللي يقود الاسلام هسه اسامه بن لادن ونصر الاسلام. وشكرا. شايف الاعلام العراقي الثابت؟ والله احنا نحب رئيسنا، احنا ما نخاف من كل احد لا من اجنبي ولا من احد، احنا نحب صدام حسين، واحنا كنا فداء للوطن، واحنا الامريكي العدو مالتنا، يهود استعمار من جاني هسه سوانا، وهسه لو بيدي والله طب اي شيء اتلغم وطب على اليهود افجرهم وياي. والله احنا عندنا صدام حسين اغلى من عيوننا، ما اذعنا ولا سوانا، كان الامان موجود، كان الخير موجود، الكهرباء موجود، قطعتوا علينا الماي والكهرباء هذول الكفره اليهود. والله احنا نحب صدام ونحب عدي ونحب قصة هاي العظميه كلياتها، واللي يقول لك ترى يخاف اللي يقول لك ما احبه، والله كلهم يخافون، المنطقه كلها تخاف، والله انا ما اخاف غير بس من الخلق. خاف لا يجون علينا بالمدرعات والدبابات، نشجع صدام، احنا نحب رئيسنا هو، بس هم اللي اعتدوا علينا، نفطنا كهرباء ماكو، هاي الاطفال تبهذلت، يعني نريد صوره حل ماكو، كل حل هاي الجهال، الكهرباء كل شهر يقولون حتتحسن ماكو تحسن، النفط دا ينباق، على شنو التخريب؟ منو دا يخربه؟ كله كذب. هو انا قتله صدام وهذا سواه، ماكو واحد اصلا قتله ببلاش. يعني عندي 14 اخ هم قتلهم، عندي ولد وعندي حموين وعندي نسبان هم قتلهم، هذول ليش قتلهم؟ هم خوانا هاي الساعات، هم خوانا مو بلاش، ماكو واحد ترى ينظلم. روح كل يوم على الوطن، فداء للوطن ولا